وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة إكرام، وضيفنا أستاذ إسلام أمين عضو مؤسسة إكرام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إحنا عايزين نتكلم طبعا الأول عن أنشطة المؤسسة وبعدين هنختار حاجة معينة نتكلم في حلقتنا فيها النهاردة. وأنا لسه قاعد دلوقتي جه في بالي حاجة كده لازم أقولها لحضرتك وأقولها بقى للسادة المشاهدين، إن إحنا في برنامج إيه دلوقتي؟ بالدعاء. انا دايما بشبه مؤسسه اكرام بالعيله الكبيره. فاحنا كاننا قاعدين في بيتنا دلوقتي بالدعاء. اسمح لنا بقى، هو بيتنا طبعا. ايه العيله الكبيره دي؟ فيها ايه العيله الكبيره؟ فيها اعضاء ربنا كرمهم بيقدروا يتبرعوا وينفقوا ويساهموا وبيدوا لمين؟ لبقيه اعضاء العيله او بقيه اخواتهم في العيله اللي هم محتاجين او محتاجين الانفاق او محتاجين الصدقه او محتاجين التبرع ده. فبنحقق حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. احنا بنعمل ده بالظبط. احنا عيله كبيره والعيله بتكبر كل يوم، كل يوم العيله دي بتكبر. يعني احنا النهارده لو بنتكلم عن الاضاحي، فعيلتنا في الاضاحي اصبح فيها 100 جمعيه على مستوى مصر مشاركه مع مؤسسه اكرام في توزيع الاضاحي دي. 100 جمعيه و100 مؤسسه على مستوى الجمهوريه، واصبح في العيله دي 1050 متبرع ساهموا بسكوك الاضاحي. شفت العيله بقى عددها كل شويه بيكبر ازاي؟ 100 جمعيه 1050 متبرع. فيها ايه تاني؟ فيها كمان 45000 اسره هتاخد لحوم لحوم الاضاحي. يبقى احنا عيلتنا اللي قاعده النهارده مجتمع بقى في بيتها بالدعاء ده مش عيله صغيره، دي عيله كبيره وبتكبر كل يوم عن يوم عن يوم. طب احنا عدد عيلتنا دلوقتي في مؤسسه اكرام قد ايه؟ احنا عدد عيلتنا دلوقتي وصل ل 30000. مين ال 30000 دول؟ 30000 متعامل مع المؤسسه. متبرعين إيه متعامل؟ يعني لا مش متبرعين، اقول متعامل، وهنا الكلمه دي مهم جدا نحط تحتها خطوط كتير قوي. يعني ايه متعامل؟ اما ان هو متعامل دفع او متعامل قبض. ما انا الاثنين. انا دور مؤسسه اكرام ايه؟ دورها مش ان هي تجمع تبرعات وخلاص، لا، دورها انها تاخد التبرع توصله لحد تاني. والاثنين بالنسبه لي اعضاء في العيله الكبيره بتاعتنا دي، اعضاء في البيت بتاعنا ده، الاثنين بالنسبه لي مهمين جدا، اللي بيدفع واللي بياخد. طب انا النهارده لو ربنا كرمني وعندي عدد كبير جدا من المتبرعين وما عنديش محتاجين اصرف لهم، يبقى انا كمؤسسه ماليش دور، انا باخد المبلغ ده بحوشه عندي او بجمعه عندي. طب ولو عندي محتاجين وما عنديش متبرعين مش هعرف اوفي باحتياجاتهم. فاحنا كلنا بنكمل بعض وبنحقق حديث سيدنا النبي كالجسد الواحد. لما واحد بيشتكي الباقي كله بيتعاون معاه. طب احنا بنتعاون معاه، مين المستفيد الحقيقي؟ وانا قلت الكلام ده قبل كده، المستفيد مش اللي هياخد اللحمه ولا اللي هياخد وصله الميه ولا اللي هياخد البير، ده انا المستفيد اللي انا هديله. لولا اللي هياخد ده انا مش هعرف اجيب الحسنات دي. مصدر الحسنات ده يبقى منين؟ ما هو مصدر الحسنات هو ان انا ادي اخويا اللي في العيله الكبيره اللي قاعد في اسوان اللي محتاج مساعده، اودي اخويا اللي في الغربيه، اودي اخويا اللي في الشرقيه او في الاهليه. لو اخويا ده ما طلبش مني المساعده انا مش اقدمها، ولما انا مش اقدمها مش هاخد الحسنه. فهي عباره عن دايره متكامله، دايره كده، دايره خير ودايره حب بنكملها مع بعض. في ناس محتاجه وفي ناس محتاجه انها تساعدهم. مش هقول ناس بتساعدهم، ناس محتاجه انها تساعد وناس محتاجه تتساعد، واحنا بنكون ده مع بعض. ارجع تاني لموضوع الاضاحي، احنا بفضل الله دلوقتي عندنا 100 جمعيه شريكه على مستوى الجمهوريه متوزعين على كل المحافظات، الوقت الجديد واسوان والاقصر وقنا والشرقيه والدقهليه. ايه جمعيه شريكه دي؟ احنا بنجمع صكوك الاضاحي ونشتري العجول ونشتري الاضاحي ونقول لهم اتفضلوا انتوا وزعوها بمعرفتكم على الحالات اللي عندكم في القرى وفي المحافظات اللي انتوا عارفين انها محتاجه اللحمه دي، وبيساهموا معانا بجزء من التكلفه علشان تبقى المشاركه ما بيننا وما بينهم ويوزعوها على اكمل وجه. دي جمعيات الشريكه. وعندنا باذن الله زي ما قلنا 45000 اسره مستهدفه من اللحوم دي. العدد ممكن يبقى اكبر من 45000 لو قلنا الاسره فيها 5 اشخاص، يبقى بنتكلم في ربع مليون مستفيد باذن الله من لحوم الاضاحي اللي هي خلاص كلها ايام. كل عام وحضرتك بخير وكل المشاهدين كلها ايام، وهنبدا باذن الله في ذبح الاضاحي بتاعتنا ان شاء الله. كل سنة حضرتك طيب وكل سنة وكل مشاهدينا طيبين وأيام جميلة ومفترجة احنا داخلين عليها. وأهو لسه بنقول يا دوب كده بدأنا بقى نفكر في موضوع الأضحية بقى، والناس هتاخد الموضوع جد وعايزة بقى تبدأ تشتري وكده. فإحنا عايزين نعرف مؤسسة إكرام مقدمة إيه للمتبرعين في بالنسبة لموضوع الأضاحي. يعني احنا نعمل مقدمين إيه؟ صك أضحية عجل بقري، الصك ده قيمته 5000 جنيه. ويعني ايه صك اضحيه؟ هي كلمه اصطلاحا كده بنقولها يعني على كلمه سهم المشاركه، سهم المشاركه بنسميه صك. الصك في العجل ب 5000 جنيه، العجل بيتوزع على 7 اشخاص، يبقى فيه 7 صكوك، مش 7 اشخاص، 7 اسر او 7 بيوت او 7 افراد. السبعه دول بيشتركوا مع بعض في عجل، يبقى العجل تكلفته 35000، ممكن تساهم بسهم او اكتر من سهم او مبلغ بسيط على قدك، مفيش مشكله خالص. ومقدمين خرفان برقي، الخروف قيمته 6000 جنيه، وده بيكفي عن اسره واحده بس.
تمام، يعني العجل ب 35000 جنيه لو هنقسمه على سبعه، لو الواحد عايز ياخد يعني نصيب واحد بس اللي هو الصبع 5000 جنيه بالظبط، والخروف ب 6000 جنيه. طيب انا مثلا دلوقتي اقول لك ايه، طيب انا كمان عايزه اشترك معاك بخروف تمام. او اشترك بنصيب ايه ب 5000 جنيه صدق. طب انا عايزه اجي اشوف الذبح اعمل ايه؟ احنا زي ما قلت لحضرتك عندنا 100 جمعيه شريكه معانا في الذبح والتوزيع على مستوى الجمهوريه، بتتصل وتقول انا من محافظه المنوفيه فاقرب مكان هيذبح فين؟ فاقول لك ده اقرب مكان جمعيه الشهداء اللي موجوده في مركز الشهداء محافظه المنوفيه تمام. روح احضر معاهم الذبح اول يوم العيد الساعه كذا. فيروح يشهد اضحيته بنفسه ويقف عليها بنفسه، ولو عاوز كمان ياخد نصيبه من الاضحيه يقدر ياخد نصيبه من الاضحيه، بس احنا حاطين شروط لموضوع الحصول على نصيب الاضحيه ده مثلاً. انه يحضر في مكان معين. أيوة. يعني الاماكن دي متاح ان احنا نوزع منها. مثلا انا اقول لك طب ماشي انا هذبح خروف هتديني لحمه قد ايه منه؟ بنقسم الاضحيه بتاعتنا ثلاث تتلات. ايوه ثلاث تتلات دول المؤسسه بتاخد تلتين توزعه على الفقراء والمحتاجين، والتلت التالت بياخده المتبرع. وان كان دايما انا متعود كده ان معظم اللي بيتبرع معانا بيقول انا عاوز اسيبها كلها لله. اتبرع بيها كلها لله، لكن هو طبعا ده الاحلى طبعا الواحد يسيبه كله لله. اللي هي الاضحيه يعني شرعت علشان الفرحه فعلا. فمش بالضروره ان احنا نقول هنطلعها كلها او ناخدها كلها او حتى تقسيمه الثلاث تتلات دي اجتهاد من العلماء، يعني هي مفيش نص شرعي او ايه او حديث بيقول قسموها ثلاثه، لا ده هو اجتهاد كده من العلماء قالوا ان احنا ايه ناكل ونطعم في نفس الوقت، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، فاحنا بناكل وبنطعم. فيا جماعه الخير لو عاوزين تاكلوا من الاضحيه تعالوا شرفونا واحضروا معانا الذبح وتقدر تاخد من الاضحيه بتاعتك. طيب لو مش عاوز تاكل منها احنا هنوزعها بمعرفتنا على الحالات المحتاجه. طب لو مش قادر تيجي تحضر بقى، ما انا بيتفرج عليها دلوقتي الام المسنه اللي موجوده في البيت اللي جمعت من معاشها وتعمل صك وضحيه وعاوزه يعني تتقرب الى الله وتتشبه بالحجيج اللي بيذبحه في الوقت ده، وكان نفسها تروح تحج بس مش هتحج وتعمل اضحيه. طب يا ابني اجي معاكم ازاي؟ ده انا ابني واحد مسافر وواحده متجوزه بعيد ومش هعرف اجي لكم، اعمل ايه؟ دلوقتي وسائل التواصل الحديثه خلتنا كلنا زي ما بيقولوا كده العالم قريه صغيره. أيوة. فاحنا عاملين بث مباشر لكل اضحيه، كل اضحيه وهي بتتذبح في حد من علمائنا الافاضل ومشايخنا في مؤسسه اكرام هيكون موجود بيشهد الاضحيه علشان الجانب الشرعي ان هي بيتم ذبحها على الشريعه بشكل سليم طبقا للسنه، بيقول دعاء عند الاضحيه، بيقول الكلام ده كله، بيعمل ايه؟ بيقول هذه الاضحيه نذبحها بالنيابه عن الاستاذه دعاء واسلام ومحمد ومحمود ويقول اسماء السبعه. الفيديو ده امي وهي قاعده في البيت شافته، خلاص هي كده حققت السنه في انها تشهد الاضحيه بتاعتها. يبقى انت ممكن تشهدها فعليا واقعيا انك تيجي معانا، وممكن تشهدها عن طريق البث المباشر اللي احنا بنعمله، والحالتين ان شاء الله ربنا ياجرك ويكتب لك الاجر فيهم باذن الله. امين يا رب، وربنا يقدرنا جميعا ويتقبل. ونشوف اول تقرير في حلقتنا النهارده والاضحيه مؤسسه اكرام. انت ممكن تعمل اضحيه وتقطعها وتعبيها في ثلاجه وتوزعها، وممكن تعمل اضحيه وتوزعها على الناس في الشارع عندك، لكن ممكن تعمل اضحيه في بلد بعيده جدا وده يبقى احسن خير. طب فين الاحسان اللي في الموضوع؟ انك تخلي اهل البلد نفسهم هم اللي يعملوا الاضحيه دي بالنيابه عنك. كل قريه عاوزين نوسع عليها ونفرحها في العيد نخلي القرية نفسها تفرح فرحة العيد. هو ايه الفرق بين اللحمة العادية ولحمة العيد؟ لحمة العيد ليها طعم، طعمها بطعم الفرحة. فرحتها بتيجي منين؟ انك تشوف الاضحية بنفسك، وده اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بيه ان احنا نشوف الاضحية بنفسنا. ليه؟ علشان نفرح بيها. طب هو الناس البسيطة اللي بتاكل من الاضاحي بتاعتنا مالهمش حق ان هم يفرحوا بيها؟ ابدا والله، ده هم اصحاب الحق الاصليين. نجمع من حضراتكم صكوك الأضاحي بتوكلونا بيها، بنروح بيها لأبعد قرية في الصعيد والآخر قرية على الحدود في مطروح والآخر قرية في أسوان وفي مطروح وفي الفرافرة وفي كل محافظات مصر. نروح نعمل إيه؟ نديلهم لحمة؟ أبداً والله، بنديلهم فرحة. بنروح نقول لأهل القرية تعالوا نضحي معاكم هنا في القرية ونقطع اللحمة قدامكم وتاخد اللحمة طازة زي ما نقول كده على الحل على طول. شفت بقى الأضحية طعمها مختلف إزاي لما تقدمها بإحسان؟ بتضحي في بيتك؟ طب ايه الفرق بين اللحمه اللي بتاكلها من الاضحيه بتاعتك واللحمه اللي بتشتريها من الجزار؟
لما بتضحي بتحس في لحم الاضحيه بطعم مختلف، حاجه شفتها بعينيك قبل ما تذبحها وذبحتها بايدك واكلتها في نفس اليوم. ده اللي احنا بنعمله، لو جمعنا الاضاحي بتاعتنا في مكان واحد ووزعناها ده خير خير، ونتمنى ان احنا نقدر نعمله ونوزع على كل الناس. لكن الخير الاكبر، الخير باحسان، ان اروح نفس القريه اشتري عجل من نفس القريه او من مزرعه قريبه علشان اوسع على اهل القريه. ممكن العجل اللي اشتريه من اسره تكون اسره بتربي العجل ده طول السنه بتسترزق منه في العيد، فاروح اشتريه منهم واجي اذبحه في نفس القريه، اجمع اهل القريه على الفرحه دي يشهدوا الاضحيه بعينيهم واقطع عليهم اللحمه واوزعها عليهم ياخدوها يسووها في نفس اليوم. شفت بقى فرحه اكتر من كده؟ شفت احسان في الخير اكتر من كده؟ شفنا طبعا التقرير ولحوم الاضاحي ومؤسسه اكرام. عايز اقول طبعا ارقام تليفون المؤسسه موجوده على الشاشه، لو اي حد حابب ان هو يتواصل او يتبرع معاهم او يشتري صك الاضحيه. زي ما قلنا الخروف ب 6000، العجل ب 35000، ومتقسم طبعا سبعه. اللي عايز ياخد صك، الصك ب 5000 جنيه، وربنا يقدرنا جميعا ويتقبل منا يا رب. عايزين بقى نقول حاجة، ان انتوا عاملين لفتة جميلة جدا، حكاية البروتوكول اللي انتوا عاملينه مع الجمعيات المختلفة في المحافظات المختلفة لمصر. يعني الذبح هيبقى في كل محافظة، فكده اهل مثلا المحافظة الفلانية اللي قاعدين مستنين لحمة العيد هياخدوها طازة، مش جاية بقى متجمدة بعدها بكام يوم. احنا ده مهتمين بيه جدا، ان احنا طبعا هو من الناحية الشرعية ممكن يتم الذبح اول يوم العيد مثلا ونوزع بعدها باسبوع، مفيش مشكله طبعا. هو المهم الذبح اول يوم العيد، لكن احنا بنقول ايه؟ احنا عاوزين الفرحه تبقى كامله ايام العيد. أيوة. يعني نذبح ايام العيد ونوزع ايام العيد والناس تاكلها كمان ايام العيد. فبنروح نذبح في المحافظات نفسها. انا ممكن اذبح زي ما قلت في التقرير كده في مذبح كبير او في مجزر عمومي او في مكان مركزي، واجيب ثلاجات وانقل على كل المحافظات. ودي طريقه سهله في الشغل، يعني اسهل حاجه ان احنا نعمل كده، نجيب ال 150 اضحيه بتوعنا نحطهم في مجزر نذبح كله نوزعهم على المحافظات. لكن فين الفرحه؟ انا هنا اللي هيحصل هياخدوها جمعيات او ياخدوها المتطوعين عندنا ويخبطوا على البيوت ويديهم كيس لحمه. لكن لما اذبح في القريه انا بعمل ايه؟ انا بجمع اهل القريه واقول لهم تعالوا شوفوا الاضحيه بتاعتكم وافرحوا بيها، اقفوا شوفوها كده وهي بتذبح، وساهموا في تقطيعها وساهموا في توزيعها. بعمل نوع من الفرحه، الست تاخد اللحمه كده تروح البيت تغسلها وتحطها في الحله على طول. شفت الفرحه ازاي؟ كانها هي اللي ذبحت، كانها هي اللي مضحيه، كانها هي اللي عامله الخير ده. ما تحسش ان في ايد عليا كده هي اللي جت ادت لها اللحمه وقالت لها خديها، فتاخدها فتبقى مش عارفه تسويها ولا تشيلها ولا تعمل. لكن اول ما الناس دي في الكوره دي نذبح كده ونوزع لهم اللحمه سخنه زي ما بنقول، بياخدوها على طول يحطوها في الحل على طول، ياخدوها ياكلوها على طول، ياخدوها يعيدوا بيها. اهو زي ما بقول كده عندنا ايه، في عيد بنجيب فيه هدوم وعيد بنجيب فيه لحمه. أيوة. مش كده ولا ايه؟ ده ثقافتنا كلها كده. العيد بقى بتاع اللحمه، العيد الكبير ده، الناس لازم تاكل فيه لحمه سخنه وطازه مذبوحه في نفس اليوم، شافوها بعينيهم. فبنروح نعمل كده، فرحتنا في العيد ان احنا نذبح عندهم. طيب وانا داخل النهارده لقيت حد معلق تعليق كده على سعر السهم بتاعنا او الصك بتاعنا اللي هو 5000 جنيه، فبقول لا ده في جمعيات عاملاه ب 4.5 وجمعيات عاملاه ب 4 وجمعيات عاملاه ب 4200، والناس دي كمان في يعني في الترويج ليهم بيقولوا احنا الصك بتاعنا رخيص. لا احنا بقى بنقول الصك بتاعنا غالي. ايوه. وحريصين قوي ان احنا نقول كده، ان احنا يا جماعه الصك بتاعنا ب 5000 مش هيقل عن كده. العجول دي العجل الواحد منهم لا يقل عن 500 كيلو. مش جايب عجل، مش جايب عجل 300 ولا 350 ولا حتى 400، ده 500 كيلو. لما 500 كيلو ده يصفي معايا 350 كيلو لحمه، شوف بقى كيلو لحمه هنا بقى بكام. عشان كده كل ما يكون وزن العجل اكبر وسن العجل اكبر بحيث ان هو يديني كميه لحم اكتر، طبيعي ان الصك بتاعه هيكون اغلى. احنا في النهايه ممكن نقول ان احنا نعمل الصك ب 3000 او ب 3500، لكن هجيب عجل هزيل ضعيف ما يصحش وما يليقش ان انا اقدمه لله سبحانه وتعالى. فجايبين زي ما حضرتك شايفه كده التصوير ده من شهرين، والعجل ده بيكبر في اليوم 2 كيلو. يعني شوف دلوقتي بقى بعد شهرين ما شاء الله بقى عامل ازاي. طب لسه قدامنا على العيد حوالي 20 يوم، في العيد بقى هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى انا امبارح سالت في المزرعه الوزن وصل كام، قالوا 480 كيلو امبارح. فنعد بقى معانا 20 يوم في 2 كيلو 40 كيلو كمان، هيوصل باذن الله في العيد ل 520 كيلو. فلما مؤسسه اكرام تقول الصك بتاعنا بتاع المشاركه ب 5000، زي ما بنقول كده ايه، الغالي ثمنه فيه. أيوة. الغالي رخيص، لان ده هيطلع كميه لحمه كبيره. ما تفرحش لما حد يقول لك السهم ب 4.5 ولا ب 4 ويدي لك عجل 300 كيلو ولا 350 كيلو، لا العجل ده 520 كيلو ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله. طيب نشوف كمان تقرير تاني ومؤسسه اكرام والاضاحي. We'll be right back.
انا النهارده بزور المزرعه اللي هناخد منها العجول عشان نذبحها باذن الله في عيد الاضحى. اتفقنا ان العجل ده يكون يوم العيد من 500 ل 600 كيلو باذن الله. العجل تكلفته 35000 جنيه، لو هتساهم معايا تساهم بصك، يعني واحد على سبعة، يعني 5000 جنيه قيمة الصك. كلنا لما بنيجي نشتري لحمة بيبقى لينا الجزار بتاعنا. إيه حكاية الجزار بتاعنا ده؟ أنا استطعمت اللحمة بتاعته، عجبتني اللحمة بتاعته، حبيت إن أكل أولادي اللحمة بتاعته. احنا كمان في مؤسسة إكرام بنعمل كده، عندنا الجزار بتاعنا. عارفين ليه اللحمة عند الجزار بتبقى مختلفة من جزار للتاني؟ ايوه، علشان نوع الاكل اللي بيأكله للبهايم اللي عنده. احنا كمان في مؤسسة إكرام جبنا افضل برنامج غذائي يطلع لنا افضل حتة لحمة، علشان نقدم للفقير والمحتاج والمسكين افضل حتة لحمة كأن بالظبط جبتها من عند الجزار بتاعنا. يبقى امي اللي عاوزة تتبرع او والدي اللي عاوز يتبرع وبيقول يا ترى اللحمة دي حلوة زي اللي بناكلها؟ ايوه اللحمة دي حلوة زي اللي بناكلها، ويمكن احسن كمان، لان عملنا لها كل المواصفات الهندسية والفنية والزراعية والاشراف الطب البيطري واشراف التغذية عشان تطلع بالظبط احسن حتة لحمة وتقدم للفقير والمحتاج احسن حتة لحمة كأنك اشتريتها من الجزار بتاعك بالظبط. احنا اتقننا في الجزء اللي علينا، كل واحد فينا في بيتنا عايز يضحي، المفترض ان هو يتقن في الأضحية بتاعته، يحاول يتحرى إن هي توصل لأبعد مكان. شفتونا قبل كده في بلاد تانية وفي سنين تانية وإحنا بنضحي، مرة من الصعيد، مرة من إنا، مرة بني سويف، مرة الفيوم، مرة مطروح، مرة اسكندرية، مرة سينا، كنا في كل مكان. النهاردة جايين لكم ب 150 عجل، 150 عجل عايزين نشارك بيهم بإذن الله. ناخد من المزرعة دي 150 عجل، يعني أنا محتاج دلوقتي الأيام دي يشارك معايا 1050 مشارك في مشروع صكوك الأضاحي، عشان ال 150 عجل اللي حجزتهم أقدر أدفع ثمنهم وأذبحهم في العيد بإذن الله. شفنا طبعا التقرير. طيب لو في حد مثلا أنا ذبحت وعندي لحمة أنا عايز أطلعها لله وعايزها برضو تروح للناس اللي فعلا محتاجين، فأقدر أن أنا أتصل بيكم وأنتوا توزعوها وأنتوا ما ذبحتوهاش أهو. أنا بشكر حضرتك جدا طبعا على ده، لأن فعلا كتير جدا من أهلنا بيحبوا يعملوا الفرحة دي في البيت، بيقول لك ده الذبح في البيت ده بركة ورزق وفرحة، فهو متعود كل سنة بيجيب عجل أو بيجيب جمل أو بيجيب خروف وبيجيب جزار يذبحه له في البيت، ودي عادة طيبة كده، وإحنا كمصريين بقى بنحب الموضوع ده، نذبح في البيت ونسوي اللحمة والكلام ده كله، مفيش مشكلة خالص. انت عاوز تفرح واحنا في مؤسسة إكرام تجار لحوم، يعني هدفنا ان احنا نبيع صكوك اضاحي؟ لا خالص، احنا في مؤسسة إكرام بتوع خير، عاوزين نوزع اللحمة دي على الناس في البيوت، احنا بقى نذبحها، حضرتك تذبحها، المهم الخير يوصل للناس. طيب انا ساكن في التجمع، ساكن في اكتوبر، بالمناسبة احنا النهاردة بنفتتح مكتبنا في 6 اكتوبر امام الحصري على طول، فاي حد من اهالي، ربنا يبارك في حضرتك، اي حد من اهالي اكتوبر او المدن المجاورة يقدر يشرفنا باذن الله في مكتبنا في 6 اكتوبر. فاحنا دلوقتي انا من اكتوبر او من التجمع او من زايد او من اي مدينه من المدن اللي ممكن يكون ما فيهاش محتاجين بشكل كبير، وذبحت عندي او ذبحت في مجزر قريب او ذبحت عند الجزار، اخدت النصيب بتاعي، طب نصيب الفقراء والمحتاجين ده هوديه فين؟ ده بتبقى كميه لحمه كبيره، 200 كيلو ولا حاجه، لو حطيتهم في ثلاجه ما فيش ثلاجه هتشيلهم، لو دورت بعربيتي في العيد على ناس تاخدهم اكيد هيبقى في متسولين وفي ناس مش اكتر ناس محتاجه اللحوم دي، اعمل ايه؟ اتصل بقى على مؤسسه اكرام. هتعمل ايه مؤسسه اكرام؟ تبعت لك المندوب بتاعها، بس بدل ما يحصل فلوس هيحصل لحمه. نفس المندوب ده هياخد اللحمه من حضرتك، هو عنده بيان من المؤسسه بالاماكن اللي بنوزع فيها، فيقوم واخد اللحمه مثلا من حضرتك لو انت من 6 اكتوبر يطلع بيها على اقرب مكان بسرعه عشان ممكن تبوظ، اللي هو مثلا الفيوم، يقوم رايح موزعها في الفيوم، حضرتك من المنوفيه مدينه السادات يقوم واخدها طالع بيها على اشمون يوزعها، وهكذا. احنا عندنا قايمه بالاماكن المحتاجه اللي هي قايمه انتظار، ناخد اللحوم دي نوزعها فيها ان شاء الله، يبقى بالخير دايما سابقين، سواء بتبرع مادي او بتبرع عيني ان شاء الله. ربنا يكرمكم وبشكرك في نهايه الفقره. شكرا لحضرتك، ربنا يقدركم دايما. طول عمرنا بنكرم الام وبنحتفل بيها، والاب محدش مركز معاه بالرغم من دوره المهم في الاسره. مجموعه العربي بدات من سنه التركيز مع الاب، ولسه مكملين في لفته جميله منها ومبادره رائعه، عملت اغنيه صوره منك مليانه معاني جميله تقديرا لدور الاب في حياتنا.